بداية الطاقة العام اللي راح تكون بها حالتك، أنت أشوفك بالفترة الحالية عندك جلسة ترقب. بالفترة الحالية أنت قاعد تفكر هواية بالماضي بالأمور اللي صارت قبل بيك، ولكن ما أشوفها بشكل سلبي. عندك نوع من الخبرة صارت، تعلمت من تجاربك القديمة الماضية، دا تتطلع للماضي ولكن مو النظرة السابقة بضعف، دا أشوفك قاعد تتطلع للماضي بقوة. أشوف عندك بدايات جديدة قاعد تبلش، البعض من عندكم ممكن يكون عنده طاقة انتظار بالفترة الحالية، ممكن تكون منتظر شريك أو حتى عمل أو خبر أنت منتظره صار لك فترة. أشوف أنت بالفترة الحالية طاقتك أنت بمركز قوة مو ضعف، عندك نوع من التطلع الأحلام، قاعد تحاول أنه تسيطر على أوضاعك بهاي الفترة، تستعيد توازنك، تستعيد سيطرتك. البعض الثاني من عندكم ممكن يكون قاعد ينتظر موضوع زواج، صار لك فترة متأجل عليك، فممكن تكون أنت منتظر زواج بالفترة الحالية، أو أنه أنت قاعد تفكر جديا بمرحلة الزواج بهاي الفترة أو بالفترة القادمة. أنت ممكن تكون منتظر مثل ما قلت لكم موضوع يخص زواج أو يخص عائلة أو استقرار. بالنسبة للمتزوجين أشوف صار لك فترة منتظر هذا الموضوع، و عندك تطلع، عندك أمل إنه هذا الموضوع راح يجيك بالفترة الحالية. أما بالنسبة لطاقتك بصورة عامة ب 2020، أشوف إنه هاي السنة بيها نهاية تعب، نهاية عبء كان على ظهرك صار لفترة طويلة. أشوف إنه أنت بلشت تتحرر من مسؤولياتك، تتحرر من الأعباء اللي كانت موجودة على ظهرك بالسنة الماضية. هاي السنة راح تكون سنة البدايات الجديدة، سنة التغييرات المفاجئة، استقرار مالي عندك موجود. اشوف انه انت تركيزك بهاي السنة راح يتركز على العمل بصورة كبيرة جدا، عندك حظوظ بالعمل غير طبيعية. اساسا بالعمل طلعت لك ورقة الويل اوف فورتشن، فالحظ كله وياك على الصعيد العملي، عندك بدايات جديدة، عندك تغييرات مفاجئة. الويل اوف فورتشن هي ايضا تعتبر ورقة الثروة، فاقدر اقول لك انه حظوظك المالية والعملية بهاي السنة راح تكون حظوظ كبيرة جدا. الحظ كله وياك بهاي السنة من ناحية المادة، وحتى على الصعيد العاطفي هم أشوف أنه أمورك كلها راح تتحسن بالفترة الجاية إن شاء الله. عندك هنا أنا قلت لك بدايات جديدة، أنت الطاقة العامة إلك هو أنه أنت أكو مسؤوليات كانت على ظهرك بالفترة السابقة، أكو عندك ممكن عمل كان كلش متعب بالنسبة إلك، عمل ما تحصل بيه مقابل تعبك بصورة عادلة. أشوف أنه أنت راح تتحرر من هذا العمل، عندك تخلص من متاعب مالية، من أزمات مالية عديت بيها، أو حتى أزمات عاطفية ممكن، لأنه هاي تكون الطاقة العامة للسنة كلها فتشمل جميع الأصعدة. بدايات جديدة عندك بالحب، عندك استقرار مادي، المرتبطين أشوف لكم استقرار بهاي السنة إن شاء الله. الأمور بيناتكم راح تاخذ منحى جدي أكثر، أكو حد راح يصير للعلاقة، طبعا راح نفصل هذا الوضع بعدين. هنا أنا عندي الأوراق مفصلتها لكم على الصعيد العاطفي بالنسبة للعزاب والمرتبطين وحتى المنفصلين ومنتظرين عودة من برج السرطان. أيضا أخذت لكم همين أوراق حتى تشمل القراءة العامة تكون مفيدة لكم للكل. فأشوف عندك حظوظ كبيرة بالعمل، عمال يكون عندك موضوع سفر مفاجئ راح يصير، السفرة راح تطلع سفرة قصيرة ورجوع يصير بيها. استقرارك المادي أشوفه همين عندك استقرار مادي، أكو عمل جديد للناس اللي بعدهم يعني يدورون على عمل، أشوف أكو عمل راح يصير لكم فجأة، أكو شراكات. فسنة على الصعيد المادي أشوفها نقدر نقول 100% أنت بالصعيد العملي والصعيد المالي، يعني كل الصعيد المادي يعني نخليها تحت هذا المفهوم، أمورك المالية راح تكون إن شاء الله بحيل الله تتحقق هاي القراءة وتتحقق التوقعات، وأمورك المالية أشوفها في تحسن كبير خاصة بمنتصف السنة. منتصف السنة أكو تغيير كبير أو ربح، ممكن يكون عائد مالي كبير من عمل أو من شراكة راح يجيك، وهذا الشيء راح يسبب أنه يغير أحوالك المادية يعني 180 درجة مثل ما نقول. فالطاقة العامة أشوف أنه أنت قاعد تبدأ بدايات جديدة بهاي الفترة، خليت الماضي ورا ظهرك، انت بلشت اساسا من بداية هاي السنة صار عندك ادراك، اكو عندك امور هواية كانت مبهمة فبينت على السطح بهاي الفترة. ممكن تكون عندك
علاقة جديدة أو شخص ممكن يكون يشغل تفكيرك بهاي السنة وتأثيره يكون مباشر عليها. هذا شخص ممكن يكون من برج الحمل. أشوف إنه هذا الشخص اللي من برج الحمل أو من الطاقة النارية بصورة عامة، لأن عندك برج الحمل برج الأسد والطاقة النارية برج القوس، فأشوف إنه هذا الشخص راح يكون مركز اهتمام كبير بحياتك هاي السنة. ممكن إنه هذا الشخص يعرض علي، سواء كان على الصعيد العملي أو حتى على الصعيد العاطفي، ممكن إنه هذا الشخص أنت راح تتخذ خطوة جريئة وياه، خطوة كنت ما مفكر بيها من بعد تردد من بعد مخاوف كانت عندك. أشوف إنه أنت راح تخطي خطوة اتجاه هذا الشخص وراح تغامر، بس المغامرة راح تكون بصالحك مو ضدك. خلونا نقرأ على الصعيد العملي بشكل مفصل أكثر. أشوف إنه قلت لك أكو تغيير كبير راح يصير بوضعك المادي والعملي بهاي الفترة، يعني الحظ وياك هاي السنة إن شاء الله أمورك المادية في تحسن. أكو لك فرصة كبيرة راح تجيك بداية السنة أو شراكة. أشوف إنه أكو شراكة متكافئة، شخص احتمال يكون من برج ناري أو برج مائي. هذا الشخص أشوف راح يعرض عليك موضوع شراكة، والشراكة بينك وبينه راح تكون متكافئة إن شاء الله. وهاي الشراكة العملية اللي راح تدخل بيها راح تدر عليك عائد مالي كبير جدا، وراح يبين العائد المالي الحقيقي إلها من بعد النصف الأول من هاي السنة، يعني النصف الثاني راح يكون عندك عائد مالي كبير، أرباح مالية مفاجئة راح تجيك. الحظ من بعد ما كان ما محالفك ومن بعد ما عديت بمرحلة أزمات مالية أو حتى تعب على الصعيد العملي، مسؤوليات هواية كانت عندك، أشوف عندك نوع من التحرر، نوع من التقدم بالعمل. أكو تقدم هواية بالعمل، الحظ وياك، الحظوظ كلها راح تساندك على الموضوع العملي. الشراكة هاي راح يكون بها فائدة جدا كبيرة لك. ممكن هذا الشخص خلال أول شهرين من السنة بشهر الثاني تبلش هاي الشراكة عندك، أو هذا الشخص يجي يعرض عليك الشراكة إذا ما كان عارضها، وراح تبلش عمل جديد. أشوف عندك عمل جديد، عندك تطلعات، عندك آمال وأحلام هواية للمستقبل. راح تركز بشكل كبير على الوضع المادي بهاي السنة، وراح تجمع مثل ما نقول أرباح. هنا أيضا تجي هي الثروة، فأنت هذا العمل راح يكون الخطوة الأولى إليك بجمع الثروة. عندك عطاء هاي السنة أشوف هواية، عندك مساعدات، أنت اللي راح تساعد الناس من بعد ما كنت محتاج. فإن شاء الله أمورك المالية أشوفها كل زينة بالنسبة للناس اللي كانوا منتظرين تثبيت أو حتى اللي ما عندهم عمل. أشوف أكو بداية أول شهرين من السنة، الشهر الأول والشهر الثاني، أكو عمل جديد، أكو توقيع عقد، أكو عقود راح تتوقع هاي السنة إن شاء الله في مجال العمل إلك يا برج السرطان. إن شاء الله أموركم كلها تتسهل وتتوفقون، وإن شاء الله التوقعات تتحقق وياكم وتنرزقون. أشوف قراءتكم كلش حلوة هاي السنة، سنة التغييرات عليك هاي السنة من بعد السنتين الماضية أو حتى ال3 سنين. البعض من عندكم صار لكم 3 سنين بتعب على الصعيد العاطفي، على الصعيد العملي، على الصعيد الصحي. اكو عندكم تحرر، اكو عندكم شفاء، اوراقكم ما شاء الله كلها طلعت معدولة ما عدا الاوراق السلبية اللي طلعت لكم، ايضا طلعت بالوضع المقلوب، يعني الطاقة خافة من عندها. فحتى يعني اوراق الازمات انقلبت عندك، معناها انت في مرحلة الشفاء بهاي السنة وعندك هواية اوراق شفاء موجودة. فان شاء الله هاي الازمات كلها عدت والبداية الجديدة راح تكون من صالحك. على الصعيد الصحي أشوف البعض من عندكم عنده شفاء من مشاكل ممكن كان يعاني منها تخص القلب، البعض الثاني ممكن مشاكل بالجهاز الهضمي أو حتى الكبد. أشوف لك شفاء بهاي السنة إن شاء الله. أشوف يعني التفاؤل راح يرجع على وضعك الصحي. البعض من عندكم ممكن للنساء المتزوجات كانت عندك مشاكل بالإنجاب أو بالحمل، أشوف عندك حمل خلال أول 4 أشهر من السنة من بعد تأخيرات هواية، عندك شفاء همينة من مشكلة مريتي بها كانت مأثرة على الولادة. أشوف أكو حمل لكم بهاي السنة إن شاء الله نساء برج السرطان المتزوجات. على الصعيد العائلي أشوف أمورك العائلية في استقرار، ممكن تكون عندك بعض المشاكل ويا امرأة كبيرة بالسن، ممكن تكون أم، ممكن تكون أخت كبيرة، أو حتى إذا كنتي متزوجة ممكن تكون يعني أم الزوج، يعني من بعد مشاكل كانت بينك وبينها فترة. أشوف إنه راح تبلش بداية الشهر الثاني من هاي السنة المشاكل بينك وبينها تخف، وراح يعني تستقرين، عندك استقرار بهذا البيت. البعض منكم عنده تنقل، إذا كان منتظر تنقل من بيت البيت أو طلع من البيت، أشوف إنه أكو تنقل، لأنه
اكو طاقة استقرار بصورة عامة على الصعيد العالي. احلى ورقة ممكن تطلع على الصعيد العالي هي ورقة ذا امبرس اساسا، يعني هي ورقة الولادات الجديدة، ورقة التفاؤل، ورقة النجاح، ورقة الاستقرار. فاكو استقرار عائلي بهاي السنة ان شاء الله، والامور اشوفها راح تتحسن. اشوف انه انت توقعاتك وتطلعاتك لهاي السنة يا برج السرطان تطلعات كبيرة وتوقعات كبيرة. انت مبلشها من بداية السنة انه انت مستعد تغامر، مستعد تتخذ خطوات جديدة، تبدأ امور جديدة. عندك يعني نوع من حب المغامرة، حب الاستكشاف، لانه انت صار لك فترة طويلة ممكن تكون حبيس البيت، حبيس افكارك، حبيس وجهات النظر. بس اشوف عندك تطلعات كبيرة ووجهات نظر متجددة راح تكون عندك بهاي السنة ان شاء الله. وايضا اشوف انه انت البعض من عندكم ممكن تطلعات تكون على الصعيد العاطفي، البعض منكم قاعد يحلم بحب جديد، علاقة مستقرة، علاقة بها عطاء، بها حب، بها شغف، بها يعني مشاعر غير متناهية، مشاعر متبادلة. هذا الحب الإله، ورقة الحب الإله، الأيس اوف كابس. فالبعض من عندكم ممكن يكون مر بأزمات عاطفية بالسابق هواية، أو مر بعلاقة فاشلة أو خيبة أمل، وبالفترة الحالية هو قاعد يطمح ويطلع إنه يحصل على علاقة جديدة أو شريك جديد يعوض عن الأمور اللي كانت موجودة بالماضي. وهذا الشيء موجود فعلا، أنا أشوفه أنه أكو تعويض لكم، أكو حب جديد راح يظهر بحياتكم خلال هاي الفترة. انجذاب راح يكون انجذاب روحي من أول نظرة بينك وبين هذا الشخص، أكو انجذاب راح يصير، ومشاعر تنولد من جديد. هي هاي مشاعر انولدت من جديد من فراغ، فانت ممكن تكون هاي فرصة الهية لك. اشوف الحظ يساعدك ورب العالمين. ايضا بهاي السنة اشوف اكو هواية راح يوقف لك، مثل ما نقول هواية مساعدات راح تتقدم، مساعدات هاي الهية راح تكون تسهيلات من رب العالمين حتى امورك كلها تتيسر ان شاء الله. على الوضع العاطفي ننتقل. بالنسبة للمرتبطين اشوف انه العلاقة بينكم ما كانت متوازنة بالسابق، خاصة الناس اللي متزوجين، ممكن صار لهم 6 سنين متزوجين، هاي بالنسبة للمتزوجين، أو اللي في علاقة. أشوف إنه العطاء بالسابق ما كان متوازن بينك وبين الشريك اللي موجود بحياتك حاليا. ممكن يكون هذا الشخص اللي يمارس عليك نوع من السيطرة، هذا الشخص اللي أنت وياه ممكن من النوع اللي يتحكم هواية، غيور، يحب الأمور تمشي على مرامه هو مو على مرامك. انت ممكن يكون من النوع اللي يفرض، يحب يفرض كلمته على الشخص المقابل. هذا الشخص كانت عندك اوهام وهواية اتجاهه، مخاوف عندك، قلق. ممكن يكون هذا الشخص حتى تفكيرك بالعلاقة ويا بنوع من السلبية، انت تفكر ان العلاقة بينكم ما راح توصل للمكان، العلاقة بينكم واقفة بمكانها ما قاعد تتقدم، تحس ان العطاء مو متبادل. كان اشوف انه اكو حد لهذا الوضع، راح يصير عندك انتصار على الصعيد العاطفي. بالنسبة للمرتبطين اكو انتصار، واكو ايضا هاي الورقة تعني ورقة الزواج. فاشوف انه العلاقة بينك وبين الشريك راح تستعيد توازنها بهاي الفترة، خاصة اذا كان من برج هوائي او برج ترابي. عندنا هنا ابراج هوائية وابراج ترابية موجودة، فاشوف اكو بدايات جديدة. حتى اذا كنتوا مثلا مو انتم منفصلين وراح ترجعون، هسه انا دا احكي على المرتبطين، البداية الجديدة راح تكون مثل الحب بيناتكم راح يتجدد مرة ثانية من بعد ما تخلي حد. أشوف أنه أنت صار لك فترة هواية ساكت عن إهمال هذا الشخص، أو المشاعر اللي بينكم وتحس أنه هي مو متبادلة. أشوف أنه أنت راح تخلي لحد هذا الشخص بهاي السنة، راح تتخذ قرار أنه تصارحه من بعد ما كانت مجرد يعني بينك وبين نفسك. أنت تخاف أنه تحكي ويا هذا الشخص بسبب سيطرة هذا الشخص، ممكن يكون هو شوية عنده نوع من السيطرة، أو يعني شخص متزمت مثل ما نقول، يحب يمشي حكايته وما يحب الكلام الهواية، يحب انه بس حكايته هي اللي تمشي. فاشوف المرتبطين عندكم تحرر من سيطرة هذا الشخص، راح تخلون حد العلاقة بيناتكم راح ترجع تتوازن، العطاء بينكم راح يكون متبادل ومتوازن بهاي الفترة، خاصة اذا كان الشخص ممكن طاقة هوائية طالعة يمي من برج الميزان. هذا الشخص اللي من برج الميزان اذا كنتوا تتعاملون وياه اشوف العلاقه بينكم في توازن، راح تتوازن ان شاء الله بالفتره الجايه. الامور بيناتكم راح تكون اكثر وضوح من بعد ما كان عندك نوع من التعتيم، وممكن هذا الشخص يكون مو من النوع اللي يحكي هوايه بالمستقبل، او حتى ما قاعد تقدر تعرف شنو علاقتكم وين راح توصل وياه، ما يحكي هوايه بالمستقبل، هو عايش اللحظه وبس. اشوف اكو كلامه بصراحه راح يصير وضوح عندكم.
البعض من عندكم، ممكن اذا كنتوا مرتبطين في علاقة ثلاثية اشوف انه انتوا راح تخلون حد لهاي العلاقة الثلاثية، واكو طرف من الاطراف راح يطلع من المعادلة، واني اشوف انه انتوا راح تتحررون، لان انتوا عندكم طاقة تحرر من هذا الشخص المسيطر اللي وياكم اذا كنتوا بعلاقة ثلاثية. دا احكي بالنسبة للناس اللي بعلاقة ثلاثية، دا احددهم. انت ممكن تكون حبيس اوهامك بهاي بالفترة السابقة كنت، او حتى راح تستمر وياكم ممكن اول شهر من السنة المخاوف هاي والقلق. انت راضي عن وضعك هذا، بس انت ما قاعد تتباوع للحقائق بصورة واضحة، يعني انت كنت مجرد عايش باوهامك وحبسها، ما قاعد تقدر تتخذ خطوة. اشوف انه صارت عندك الخطوة موجودة بالفترة الحالية، القوة موجودة، انت راح تخلي حد العلاقة الثلاثية وراح تقطع شخص من حياتك، وراح تكون انت المنتصر. انت راح تنتصر على هذا الشخص، راح تاخذ قرار، اشوف هذا القرار راح يكون بصالحك وراح يحسن حياتك من بعدها للاحسن. بالنسبة للمتزوجين اشوف البعض من عندكم ممكن يكون عنده موضوع حمل نفس اللي طلع لي هنا ايضا بورقة الاسرة، اشوف انه اكو حمل بهاي السنة ان شاء الله، اكو عندكم ولادة جديدة. فكل التوفيق لكم بالنسبة للمتزوجين والمرتبطين. خلونا ننتقل للعزاب. العزاب والمنفصلين، طبعا اشوف اكو نوع من ممكن يكون سيناريو مرتبط بين العزاب وبين المنفصلين. فالعزاب اشوف اللي ممكن اكو شخص صار لفترة او فترة شهر او بعد شهر راح يظهر بحياتكم، اذا ما كان ظاهر ممكن هذا الشخص يكون شخص من العمل اذا كنت انت تعمل بمكان. اشوف انه هذا الشخص مراقبك صار لفترة ممكن يكون شهر، ده يحاول انه يجي يحكي وياك ولكن يتراجع يعني باخر خطوة من يتخذ القرار ويتخذ الخطوة باخر دقيقة، يتراجع بسبب مخاوفه من رفضك. بالنسبة للعزاب اشوف عندكم موضوع من الماضي ما منتهي بالنهاية، المنفصلين صار لهم فترة طويلة يعني وهسه صاروا عزاب خالين القلب، اكو موضوع من الماضي انت كنت تقول انه هو منتهي، بس اشوف انه راح يرجع بالفترة الجاية خلال اول 4 اشهر من السنة. الشخص هذا اللي من الماضي وانت ناهي علاقتك بيه، خاصة اذا كان من برج العقرب او من برج ترابي هنا أنا موجود طالع يمي، فاشوف انه هذا الشخص راح يرجع يتواصل وياك خلال اول 4 اسابيع او اول 4 اشهر من السنة، وراح يحاول انه يعيد العلاقة بيناتكم، لانه اللي بينك وبينه اكو شيء ما منتهي، لازم ترجعون تكملونه من جديد. اما بالنسبة للناس اللي ما سابقا ما مرتبطة وهسه يعني بجديد تدور على حب او تريد ترتبط، اشوف انه اكو شخص ممكن يكون من برج العقرب. هذا الشخص مراقبكم، ده يحاول انه يجي يحكي وياكم، احتمال القراءة تكون عكسية، ممكن انتم تكونون مراقبين هذا الشخص صار لكم شهر او 4 اسابيع، او حتى يبلش ظهوره وياكم اول 4 اشهر من السنة. ده اشوف اني الاوراق هنا وهنا يعني بها نوع من الترابط، ف هذا الشخص راح يدخل بحياتكم وراح يصير بيناتكم علاقة وراح يعوضكم عن هواي امور مرت بكم بالسابق. انتم من النوع اللي شوية اصحاب تفكير، يعني ذولي بالنسبة للناس العزاب اللي دا احكيهم خاصة على الوضع العاطفي، انت من النوع اللي اشوفك كلش حذر، عندك مخاوف عندك قلق، دا تحاول انه تشغل نفسك بالفترة الحالية ممكن بدراسة او ممكن بعمل في سبيل ما تفكر بالموضوع العاطفي، ولكن اشوف انه اكو شخص راح يجيك فجأة وراح يقلب الموازين. انت بالبداية راح ترفض هذا الشخص، بس بعدها راح تقرر انه تنطيه فرصة. كل التوفيق للعزاب، وان شاء الله هذا الشخص يكون من نصيبكم ومن صالحكم، لانه اشوفه هذا الشخص عنده استقرار مادي وعنده اما يكون حرفة هو يشتغل عليها بايده خاصة بيه، او ممكن يكون عنده عمل سابق وممكن انتوا تلتقون بمكان العمل مثل ما دا اقول. اللي اشوفه اغلبكم انه اذا كنتوا مثل طلاب او حتى موظفين، فاشوف هذا الشخص وجوده ممكن يكون وياكم بالعمل، لانه ورقة العمل طلعت لي بالشخص القادم بطريقكم، فممكن انه يكون اما تلتقون بيه من خلال عمله او انه هو وياكم موجود بنفس انتو يعني اثنيناتكم بمكان واحد داومون، لانه دا اشوف اكو نقطة مشتركة راح تجمعكم انتو الاثنين. بالنسبة للمنفصلين اشوف الناس اللي صار لهم بعلاقة 4 سنوات وصار انفصال فجأة وخيبة امل عندكم، وهذا الشخص ممكن مريتوا بازمة بعلاقتكم بيه والعلاقة بيناتكم من انتهت ما انتهت بصورة صحية، هذا الشخص علاقتكم بيه من انتهت سبب لكم تعب، ممكن أزمة نفسية أزمة عاطفية اكتئاب. البعض من عندكم هذا الشخص ممكن تركم على مود طرف ثالث وانتو
صاير عندكم نوع من التحفظ، نوع من العناد. أشوف بالنسبة للناس اللي مثل ما قلت لكم علاقتهم صار لها 4 سنوات، هذا الشخص راح يرجع وراح يصير بيناتكم بداية جديدة. أكو بداية جديدة لكم هنا. أنا أشوف بالنسبة للمنفصلين، البعض من عندكم يعني مو الكل طبعا، لأن الطاقة هاي عامة مستحيل تنطبق على الجميع. فأشوف الناس اللي كانت مرتبطة بشخص من برج الأسد أو شخص من برج الثور، هنا طاقة ترابية عندي، أشوف إنه هذا الشخص راح يرجع بداية السنة من بعد فترة كان غايب بيها. ممكن أنتوا تكونون انفصلتوا قبل 10 أسابيع، شهر العاشر، شي برقم 10. المهم هنا طالع يمي العلاقة بينكم كانت منتهية تماما، ولكن هي أنا أشوفها ما منتهية. أكو بعد بينكم كلام، أكو دورة بيناتكم لحد هسه ما انتهت. فأشوف إنه هذا الشخص راح يرجع، وهنا ورقة طبعا مفصلين على الرجوع آني، فطلعت ورقة دسان، أحلى ورقة من بعد أزمة مريتوا بيها كبيرة. أشوف إنه الشمس راح ترجع تنور طريقكم، وترجع يرجع النور لهاي العلاقة، يرجع الأمل. العلاقة منتهية صار لكم فترة كبيرة، وأنتوا تقريبا يائسين من عدها، بس رغم هذا عندكم أمل إنه تنتظرون هيك باقين. ممكن بيوم من الأيام إنه هذا الشخص يرجع. أشوف هذا الشخص راجع وعدكم شفاء من الأزمة. هنا أنا الأزمة اللي مريتوا بها، هاي الورقة طلعت مقلوبة، فعدكم شفاء من هاي الأزمة اللي مريتوا بها سابقا. الأيام السوداء انتهت، الجروح اللي كان لازم تصير بيكم صارت وانتهت. فأنت الآن أشوفك بمركز قوة يا برج السرطان. هذا الشخص راح يرجع، وراح مثل ما نقول تنرد لك كرامتك، إلك حق يما هذا الشخص راح ترجع تاخذه بالفترة الجاية. هو مثل ولادة جديدة للعلاقة راح تكون. هاي للبعض مو للكل طبعا، للمنفصلين، للناس اللي تسأل إذا تتعاملون ويا برج الأسد.